السلام عليكم، معكم محمد شنوف، 25 سنة، حارس سابق لفريق رجاء البيضاوي والحارس الحالي لفريق رشاد برنوسي. مرحبا بكم معنا على MFM سبور. الوضعية ديالي حاليا مع فريق رشاد البرنوسي، الحمد لله كنبغي نشكر ناس البرنوسي اللي حلوا لي واحد الباب ديال التحدي ولعبت أكثر المقابلات. يعني أنا الحمد لله مرتاح حاليا في فريق رشاد البرنوسي. محمد شنوف، وقع الاختيار ديالو على فريق رشاد البرنوسي في آخر لحظة، آخر يعني اليوم الآخر قبل ما تقفل الانتقالات، وكان بالنسبة لي أنا كانت تجربة الحمد لله ناجحة، لأني خديت فيها عدد كبير من المقابلات والحمد لله دوز موسم بالنسبة لي ناجح 100%. كاين فرق في الإمكانيات، كاين فرق في بطولة احترافية، هما ماشي ما كاينش واحد الفرق كبير، مي كاين فرق ديال الريتم ديال كيدوزو بين المقابلات، كاين فرق ديال النقل، هذا هو الفرق اللي بيننا. سبب المغادرة ديالي فريق الرجاء، اول حاجة انا رجاوي، وسبب المغادرة ديالي الفريق هو انني كنقلب لانني نلعب اكثرية المقابلات، وانني نبين الناس لي كاليتي اللي عندي واللعب، ولما لا نرجع الفريق ديالي ان شاء الله. كانوا في شي مقابلات كان خصني ناخذ الفرصه ديالي، مي الحمد لله كنقول انا عمري زعما ما كنتش قلقتش على راسي، حيت كنخدم كنعطي زعما 100% في الخدمه ديالي، جات الفرصه هي هذيك، ما جاتش راه غتجي واحد النهار. هادشي اللي كاين، انا كنمارس الهوايه ديالي بواحد الشغف، يعني عندي الحب ديال الخدمه ديالي، يعني عندي في الصباح ساعتين ديال الخدمه كنجي نخدم، يعني بغيت حتى انا كنقلب على انني ندير واحد الكارير اللي دارو حراس كبار، لا في البطوله ولا خارج البطوله. اول حاجه انني جاورت زعما جيت واحد الوقيته اللي انس يعني في الطوب، جاورت حراس كبار ما جاتش الفرصه، يعني كنتمنى ان تجي الفرصه باش انا نبين الناس ان محمد شنوف شنو عنده، مي ما جاتش، كنت تقدر تجي. كرسي احتياط فريق الرجاء اغلى من انك تهز القميص ديال فريق اخر مع احتراماتي لجميع الفرق، ولكن كلك يقلب على واحد الهدف، واحد لوبجيكتيف لي راسم هو، لكن كنت غادي نخرج نلعب ونعاود نرجع كحارس اساسي، هذاك هو لوبجيكتيف الاول. يعني المجهود ديال الطيرات الموسم الحمد لله ما مشاش كما كنقولوا هكا، كاينين عده العروض عندي الحمد لله، ما كيما بغيتش نناقشهم دابا حيت باقي 4 مباريات متبقيه مع فريق رشاد البرنوسي، وان شاء الله من بعد نشوف العرض اللي غادي يناسب الطموحات ديالي البروجي ديالي ان شاء الله. الطموح ديالي نكذبش عليك، بغيت نكون احسن حارس في بطوله، لما لا نكون حارس حتى في المنتخب الوطني ولا جا احتراف، علاش لا وطني. كاين بزاف، كاين مصطفى الشادلي، كاين سعيد الدغاي، كاين معهم انس نيل. كنبغي نشكر جمهور فريق الرجاء اولا على الرسائل التحفيزيه اللي كيوصلوني ديما، وكنبغي نقول لهم بكم باش انا كنزيد نخدم باش واحد النهار نكون حارس اول ديال فريق الرجاء. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور.